سي ناقب زين الصراحه. وعلى كل حال باقي حنا ما شفناش لا المسطره ولا المتهمين. من نشوف المسطره المتهمين غادي نبدينا نتكلموا لا اكثر ولا اقل. فهاد الساعه دي باقي ما شفنا والو وباقي ما اطلعنا على والو باش نقدر نعطيو شي راي موضوعي. من نشوفوا شنو واقع نعطيكم بكل صدق ماذا جرى. هو الزفاف الان وصل للمحكمه مبدئيا خصو يجي دابا وغيتعاد على وكيل الملك. غادي يتعاد على وكيل الملك يفترض لانه اذا كان بحال الاخرين غادي تحل على قضيه التحقيق. الزياره اللي دمتو بها السيد مكيان؟ لا حبيه ما فيها والو. ديك الزياره حبيه لانه هما صحاب من 1996 وما عرضوا الفطور وقال له ما محال واش نكون ساليت صافي. وتكلموا على الحراك وعلى الحسيمه وعلى ديك الشيء لان في 96 كان عبد الاله بن كيلان مع الدكتور الخطيب وعمر والدكتور عمر الخطابي وين يفتحوا واحد المؤسسه في الحسيمه ديال المؤسسات محمد بن عبد الكريم الخطابي. في ديك الوقيته وديك الصراع اللي تناضت على ديك المؤسسه وغيرها فكانت فرصه باش يتشوفوا 20 سنه من بعد. سيتو ما كاين ما تكلموا على الحراك على الحسيمة على الاوضاع الاجتماعيه داك الشيء طبيعي ولكن ما كاينش زعما شي لا طلب ولا التماس ولا لان ما كاين كل واحد يفسرها كما بغى. يعني كنلاحظوا ان بن كيلان منضم معاهم. ما نضمنش ما نكذبش عليك انا ما بان ليش بان منضمن. بالعكس بن كيلان كيقول بانه كانوا هاد الناس هادو يديروا عقلهم ويدخلوا لديورهم ويديروا ثقتهم في الملك. وسيدنا راه هو واخا يكون غضبان على شي واحد راه كيعرف يسامح في الوقت المناسب. هذا ما كان ما عرفناش باقي ما شفتش المسطره. لا كنا تاسفنا للاعتقالات ما كاين غادي نفرحوا انه كاين اعتقالات ما يمكنش نفرحوا. ما نفرحوش بان كاين اعتقالات في المغرب كمام. لا متاسفين نشوفوا على كل حال ثقنا في القضاء هي مطلقه و سيتو.